أفسدت صور توارث الأجيال لمهن وهوايات أجدادهم، ومن بين تلك الأسر أسرة الموسيقي الراحل عطية شرارة، مؤلف موسيقي وعازف الكمان الأول، ينتمي للجيل الثاني من المؤلفين المصريين، ورث فنه الحفيد محمد شرارة عازف الكمان والمايسترو العالمي. بطبيعة الحال طلعت متأثر يعني بالشكل العام اللي أنا شايفه في البيت، وفي احنا كنا عايشين في بيت عيلة كمان، فكنت بشوف دايما حواليا آلات موسيقية كتير، بسمع موسيقى طول الوقت. ذكرياتي مع الأستاذ عطية شرارة جدي ومن وانا صغير كتيرة جدا، فذكرياتي معاه أولا هي موسيقية من الدرجة الأولى، وثانيا طبعا زي ذكريات أي طفل مع جده إن هو بيلعب معاه وبيحب دايما إن هو يقضي معاه وقت أكتر. واكيد اتأثرت جدا بالاجواء دي، خلتني ان انا طول الوقت عندي شغف اعرف هو ازاي بيعمل كده، ازاي يبقى احفاده حواليه او احنا كنت انا واخواتي حواليه وهو قاعد بيألف. استطاع ان ينشر التراث الشرقي في اوروبا متخطيا حواجز اللغة واختلاف الثقافات. ومزج المايسترو المصري العالمي محمد شرارة بين التراث الشرقي والأوروبي، ولاقى فنه استحسانا كبيرا من الحضور، حيث تحمل حفلاته في البلاد الأوروبية لافتة كامل العدد. دراستي الأساسية دراسة موسيقى كلاسيكية، اللي هي الموسيقى اللي بتخاطب الذوق الأوروبي شخصيا، ومن هنا انطلقت ان انا قدرت اوظف الموسيقى الكلاسيكية او الأوروبية المشهورة وحطيتها في سياق ان اللي يجي يسمع الحفلات بتاعتي يلاقي نوع تاني من الموسيقى مستنيه، وهي الموسيقى العربية. عملت حفلات في سويسرا وفي السويد، وقبل كده طبعا قبل ما المشروع ده يظهر كنت بعمل حفلات في اماكن كتير في العالم، يعني سافرت كل حته، رحت فرنسا طبعا ورحت ايطاليا وكل اوروبا سافرتها. يسير محمد على خطى جده الفنان القدير عطية شرارة ليتجاوزه انتشارا ويسبق مسيرته الفنية ويصل بها للعالمية بعزفه على آلة الكمان أو فنا فريدا يقوده كمايسترو. الموسيقى هي لغة عالمية تتجاوز الحدود الثقافية والجغرافية عندما يعجز الكلام عن التعبير، فهي أكثر الفنون تأثيرا، تعطي روحا للكون وأجنحة للعقل ورحلة إلى الخيال والحياة لكل شيء. مونيكا مجدي، إكسترا نيوز.